بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا الثالثة إن شاء الله المعادلات الفاضلية الجزئية قسم الرياضيات كلية التربية المرحلة الثالثة. اليوم محاضرتنا تتحدث وهي تكملة عن ما تكلمنا عليه سابقا، تتحدث عن إيجاد الحل من المعادلة، إيجاد الحل من المعادلة، وإحنا قلنا بأنه أكو علاقة بين المعادلة والحل، أما عندي الحل وعندي المعادلة وأتأكد بين هذه المعادلة، أو عندي الحل وإذا اشتقت المعادلة من عدة، أو الحالة الثالثة اللي هي موضوع دراستنا في هذه المرحلة اللي هو عندي المعادلة وأريد الحل منها. طبعا راح نبدأ بالرتبة الأولى. الرتبة الأولى الصيغة العامة لها هو دالة بالإكس واي زد، بها أيضا مشتقات للإكس والواي، يعني زد المعتمد والإكس والواي هنا المستقلات. وإذا فرضنا بأنه P هو partial Z إلى X والـ Q هو partial Z إلى Y، راح تكون هي X و Y و Z و P و Q يساوي صفر. طبعا الحل مالت راح يكون نتخلص من المشتقات بثوابت أو دوال اختياري، أما ثوابت اختياري أو دوال اختياري. طرق الحل طبعا راح نبدأ هنا بطريقة لاغرانج. لاغرانج إذا عندنا هاي الصيغة مال المعادلة الفاضلية تجي من الرتبة الأولى، وجانسون هنا صراحة على المعادلات الفاضلية الجزئية الخطية اللي هي مشتقاتها ما مضروبة والزد ما مضروب بهم، يعني الشروط مال الخطية. دالة بالاكس واي زد زد اكس وبالاكس واي زد زد واي يساوي لنا ار اكس واي زد. لاجرانج قال احولها الى معادلة فاضلية اعتيادية واحلها. طريقة التحويل هي الصيغة الآتية: دي اكس على معامل زد اكس، منو معامل زد اكس؟ المضروب بزد اكس هخلي بالمقابل يساوي دي واي على معامل زد واي، خليها دي زد على الحد المنطقة اللي ما بي مشتقة، ما مضروب مشتقة ابدا هنا، ودي بالك جزء الار هنا من انقلها تصير سالبة او موجبة حسب الاشارة مالتها. فمعناها معامل زد اكس هنا ومعامل زد واي هنا الحد المطلق بالمقام هنا جوا البيتا. فراح يتكون عندي ثلاث نسب، ثلاث نسب راح تتحول الى معادلة مكونة من اثنين نسب، اخر اثنين تكون معادلة، والمعادلة الثانية من نسب مختلفة، اما دي واي واي دي زد او دي اكس واي دي زد. طبعا هنا لازم النسب هو عدد المتغيرات المستقلة زائد واحد، يعني هنا المستقلة هنا من ان اكس واي يعني اثنين زائد واحد، فمعناها النسبة هي الدف نسبة. وايضا المعادلتين اللي اخر هنا اني تنتجي من هاي النسب لازم تكون عندي الزد او الدي زد هو واحد من عندها، لازم يعني اخذ دي زد ويا دي اكس، ممكن دي زد ويا دي واي على المعادلة، او دي اكس ويا دي واي ممكن، و دي واي او دي اكس ويا دي زد مرة ثانية. الحلول اللي راح تطلع راح يطلع لي يو وفي، فاما يو يساوي الدالة بالبي او دالة باليو بي يساوي صفر. راح بالامثلة شوية نشوف يعني شوية الامور ابسط من هيك راح تكون. هذا المثال الاول عندي اللي هو اكس تربيع زد الاكس وواي تربيع زد الواي ويساوي لنا زد تربيع. راح نشوف شلون نحل. طبعا معامل زد اكس من وين هو اكس تربيع اللي هو الاتش، معامل الزد واي من هو هو الواي تربيع اللي هو الكي، حد المطلق من هو اللي هو زد تربيع. فشو راح تكون لاغرانج؟ يكون عندي دي اكس على اكس تربيع ودي واي على واي تربيع ودي زد على زد تربيع على زد تربيع. اخذ مثلا دي اكس ودي واي، هاي المعادله مثلا عندي دي اكس على اكس تربيع يساوي دي واي على واي تربيع، منها تكامل الطرفين، تكامل راح يكون عندي سالب واحد على اكس، وهنا ايضا يساوي لي سالب واحد على واي زائد اي ثابت تكامل. فاقدر هنا بعدها راح يكون عندي الحل انقل الواحد على اكس هنا او انقل الواحد على واي هنا، فيصير عندي واحد على واي مثلا ناقص واحد على اكس يساوي اي. هذا هو اليو، هذا اليو.
اتش واي دي زد او دي واي واي دي زد. مثلا اخذ ال دي واي دي واي على واي تربيع يساوي لي دي زد على زد ايضا بالتكامل الطرف، راح يكون عندي سالب واحد على واي و سالب واحد على زد زائد ايضا امثل يصير واحد على زد ناقص واحد على واي يساوي بي. هذا هو البي. فالحل مالتي شلون راح يكون؟ راح يكون البي هو داله بي من باليو اللي هي واحد على واي ناقص واحد على اكس بارزه البي اللي هو واحد على زد ناقص واحد على واي يساوي لهذا صفر. هذا حل المعادله مالتي، يعني داله اختياريه. البي هو داله اختياريه. أنا من الرتبة الأولى إلى الدالة الاختيارية وحدة في القاعدة. والرتبة الثانية دالتين اختيارية. وهكذا. ناخذ مثال ثاني. قبل ما نبدأ بالمثال الثاني، أكو قاعدتين لازم أو قانونين لازم نعرفهم. القانون الاول هو يقول بانه مجموع المقدمات على مجموع التوالي يساوي واحد النصف. شنو مجموع المقدمات؟ المقدمات يعني البسط. هاي المقدمات مجموعهن كلهن على مجموع التوالي كلهن، يعني اكس تربيع زائد واي تربيع زائد زد تربيعها بالمقام دي اكس دي واي دي زد مجموعهن بالبسط يساوي واحد النصف. يعني لو يساوي النصف الاولى لو الثاني لو الثالث بكيف اي شيء تقول. القانون الثاني يقول بانه مجموع نسبتين، مجموع مقدمات نسبتين على التوالي مالتهم يساوي النسبة الثالثة. يعني مجموعة دي اكس دي واي على اكس تربيع زائد واي تربيع يساوي النسبة الثالثة، او دي اكس دي زد على اكس تربيع زائد زد تربيع يساوي النسبة الثالثة اللي بقت اللي باقي. وهذا راح نطبقه ان شاء الله بهذا المثال. مثال طبعا اللي حل المعادلة اللي هي x y ناقص z z x زائد و y z ناقص x z ناقص x z y يساوي لي z هي x ناقص y. طبعا هنا المعادلة نعرف من هي ال H ومن هي ال K ومن هي ال R. فهنا dx راح يكون على x في y ناقص z اللي هو معامل z x يساوي dy على معامل z y يعني y في z ناقصا يساوي dz على z dx ناقص y. مثل ما قلنا مجموع المقدمات على مجموع التوالي يساوي النسبة الثالثة، إذن dx زائد dy زائد مثلا أو نستخدم مجموع نسبتين يساوي النسبة الثالثة x dy ناقص z زائد y z ناقص x. من هي النسبة اللي بقت؟ dz على z dx ناقص y. هاي جمعنا المقدمات على مجموع التوالي يساوي النسبة الباقية. هسه نيجي نصفي هذه. ندخل الـ x على القوس هذا على الـ y وعلى الـ z، وندخل الـ y على الـ z وعلى الـ x. شو راح يصير عندنا؟ dx زائد dy صار عندنا xy ناقصا xz زائد yz ناقصا xy يساوي لنا dz على z dx ناقص. هنا نحذف ال xy و ال xy ونطلع ال طلع عندنا الناقص z عامل مشترك، فيصير عندنا dx زائد dy على ناقص z. شو يبقى عندي؟ بعد y ناقص x العفو x ناقص y طلعنا ناقص يصير x ناقص y dz z dx ناقص y. اختصر السالب نضرب فيه سالب صرينا نكامل كل الاطراف يصير x زائد y
يساوي لنا ناقص زد زائد ان. من قيد الزد هنا ناقص زد هنا يصير موجب طبعا ويصير يساوي اي اليمنية اللي هي هذا الحل الاول. الفي شلون يوجدها؟ الفي شلون راح يوجدها؟ كل عليها عين. هسه وجدنا ال نرجع للنسب مالنا. ثاني النسب مالنا وجدنا الحل بالقانون الثاني. زين النسب البقيه او النسبه هي البي، الحل البي راح نضرب كل الاطراف باكس واي زد. راح نضرب كل الاطراف باكس واي زد وراح تلاحظ في نهايه الحل عفوا في نهايه الحل راح نقسم على اكس واي زد نفسه اللي ضربنا به. تبع اكس واي زد دي اكس على اكس في واي ناقص زد يساوي اكس واي زد دي واي على واي في زد ناقص اكس في زد على زد اكس ناقص واي طبعا نضرب اكس واي زد. تبع عليه راح تقول لي نقدر احنا نضرب باكس واي زد هيك يعني نقدر؟ اي نعم نقدر. اذا تريد تضرب بعدد ما تقسم عليه تضرب كل النسب من حقك، لكن اذا تريد تخص واحد فقط نسبه واحده تضربها بعدد باكس بواي باكس واي زد فقط ما تريد تضرب جميع لازم تضرب وتقسم في نفس النسبه في نفس القسم نعم يعني تضرب باكس وتقسم على اكس تضرب باكس واي زد وتقسم على اكس واي زد نعم لكن من تضرب كل النسب لا ما تقدر تقسم ضربها كل النسب. تبع ليش راح يصير؟ راح الاكس نلغي والاكس الواي وي واي الزيت وي ايضا نرجع القانون الثاني اللي هو مجموع نسبتين مقدمات نسبتين على مجموع التوالي يساوي لنا النسبة المتبقية. فراح بين النسبتين واي زد دي اكس زائد ان اكس زد دي واي على واي ناقص زد زائد ان زد ناقص اكس. وهنا اكس واي دي زد اكس ناقص واي يساوي لنا النسبة الثانية. هنا راح يصير عندنا اختصارات زد واي زد تروح. شو يبقى عندنا؟ يبقى عندنا واي ناقص اكس واي ناقص اكس. وانتبه هنا هذا واي ناقص اكس وهاي اكس ناقص واي. فلذلك احنا شو نسوي؟ اولا الباسطه طلع منا زد عامل مشترك. شو يبقى؟ يبقى اكس دي واي زائد ان واي دي اكس. هاي اول شيء. على سالب طلع منا يصير اكس ناقص واي. يساوي لنا اكس واي دي زد على اكس ناقص واي. اكس ناقص واي واكس ناقص واي تروح. و نقسم على اكس واي زد. لا نقسم على اكس واي زد. هم سالب اكس واي. على مين السالب تنقل انا انقل سالب. نقسم على اكس واي زد. شو راح يصير اذا قسمنا على اكس واي زد؟ نعم قسم على اكس واي زد. لاحظاني ضربت باكس واي زد وراح اقسم على اكس واي زد. راح يصير عندي اكس بي واي زائد ان واي دي اكس على اكس واي يعني زد واي زد تروح. ومن هنا من يروح؟ يروح اكس واي واي اكس يبقى ناقص بي زد. انتبه هذا ما في اشكال. ليش؟ لان هذا كله للزد. دي زد هو الداله بالزد ما عندنا اشكال فيه لان كامله عادي. هنا كمل على البسط. البسط هذا هو اشتقاق تام. يعني شنو اشتقاق تام؟ اذكركم شوي بالمعادلات التفاضليه الاعتياديه. المعادلات التفاضليه الاعتياديه لو تتذكرون الاشتقاق التام او المعادله التفاضليه التامه قبل اللي هي مشتقين الاشتقاق التام شنو هي؟ مثلا اجي اشتق لاكس في واي اكس واي اشتققته شنو معناه؟ معناه مشتقة الاول في الثاني زائد مشتقة الثاني في الاول او زائد يعني تقدر تخلي العكس يعني الاول في المشتقة الثاني زائد الثاني في المشتقة الاول. هذا هو نفس
نفسي في الباص. حاضر ونفسي في الباص. إذن هذا الباص أشيله أخلي منه دي إكس 1. دي إكس 1. علي مسار على إكس 1. يساوي لي ناقص دي زد على زد. أقدر أكمل؟ نعم أقدر. ليش؟ لأن اعتبران هذا كله هو متغير. إكس 1 أعتبره يو مثلا. فيصير دي يو على يو. دي يو على يو. كله متغير. فمن كامل الطرفين ايش راح يصير عندي؟ لين اكس واي يساوي لي ناقص لين زائد بي زائد بي. اذا انقل لين زد هنا يصير لين اكس واي زائد لين زد يساوي لي بي 1 وهسه اجيب لكم ليش جمع لين. إذن يصير حاصل ضرب لين حاصل الضرب يصير اكس واي زد من الجمع يساوي لي بي 1. اخذ الاي تو ذا اكس واي زد يساوي لي اي تو ذا بي 1 اللي هو بي انا اعتبره تابع اللي هو بي. نعم إذن البي هي اكس واي زد واللي هو ذكركم بيها اللي هي اكس زائد واي زائد زد يساوي اي يساوي يو. إذن الحل هو كيو لليو فارزة بي اليو من هي x زائد y زائد z والبي هي x y z يساوي لنا صفر. هذا الحل لهذا المثال. بس ان شاء الله تعيدون المحاضرة وعلى كيف تقراها ان شاء الله تكون مفهومة. هذا المثال. المثال اللي بعده ناخذ المثال اللي بعده. أحاول أعطيكم يعني حالات شوية يعني فيها أفكار يعني مو شرط بأنه هاي الأفكار راح تجي أقوى منها بالامتحان. يعني أنت إيش تتصور بأنه أقوى أمثلة هذه إذن الأسئلة راح تكون أقوى؟ لا، يجوز مشابه يجوز أخف، لكن أنا أقدر أعطيكم أمثلة بسيطة لكن أريد أكثر الأفكار قوية تكون أفهم طالب ويدركها ويوصل بها إلى نظرة معينة تأهله بأنه يحل الأسئلة. المثال اللي بعده هو المعادلة y ناقص z zx زائد x ناقص y zy يساوي لنا z ناقص x. نفس الحالة لاغرانج يقول dx على y ناقص z dy على x ناقص y dz على z. نجي هنا نحلها مجموع المقدمات اثنين على مجموع التوالي يساوي النسبة الثالثة بمعنى dx زائد dy على y ناقص z زائد x ناقص y يساوي dz على z ناقص x. ناقص الاختصارات وأطلع السالب عامل المشترك يصير عندي dx زائد dy على x أو z العفو ناقص x يساوي dz على z ناقص x. z ناقص x و z ناقص x يصير عندي dx زائد dy يساوي السالب أضرب في سالب يصير سالب أكامل يصير x زائد y يساوي لي ناقص z زائد n بمعنى x زائد y زائد z يساوي لي a وهو حال الحل الأول. الحل الثاني اللي مهم عندي كان هو z. نيجي للنسب نرجع للنسب نفس نرجع نفس النسب اللي خلناه نفس النسب اللي خلناه هذه هسه ما أضربها كلها ما أضربها كلها أخصص جزء جزء بيه. هذه النسبة الأولى أضربها x على x يعني من أختصر يصير واحد يعني. هذه z على z هاي y على y تبعي ليش؟ لأن أنا نوعي المقام شو المفتوح
تخصص كل واحدة واحد. راح يصير عندي x dx على x dy ناقص يساوي هنا على dz dy على z dx ناقص وهذا z dz العفو على y dz ناقص نص. هسه نجي مجموع المقدمات على مجموع التوالي اثنين يساوي النسبة الثانية x dx زائد z dy على راح يصير عندي هنا راح يصير عندي x y ناقص z و z dx ناقص y يساوي النسبة اللي بقت اللي هو y dz على y dz ناقص x. هسه دخل ال x على القوس ودخل z على القوس وشوف الاختصار x dx زائد z dy على x y ناقصا x z زائد x z ناقصا y z يساوي y dz على y dz ناقص x. شنو الاختصار x z وال x؟ المشترك شنو؟ هو الناقص y من هذا الحجم. إذن x dx زائد z dy على y ناقص y قلنا يصير z ناقص x وهنا y dz على y dz ناقص x. صح يصير عندي مقام يقول p سالب يروح هنا سالب شو صفر يصفر الات يبقى عندي x dx تبع عليه زائد z dy يساوي ناقص y dz. انقل هذا الطرف هنا يصير عندي x dx زائد z dy زائد y dz يساوي يسار. هسه ذني هم اشتقاق تام هم اشتقاق شلون x dx هذا الاول في المشتقى الثاني ثاني في المشتقى الاول اذا هو مشتقى الى الواي زد يساوي كامل النصف x تربيع زائد الواي زد يساوي البي اللي هو البي. اذا اليو ايضا ذكركم x زائد الواي زائد الزد يساوي الاي يساوي اليو. اذا الحل مالتي هو يو اللي هو x زائد الواي زائد Z. بعد الأي ما جي طالب فارزة ولا البي نصف X تربيع زائد Y Z يساوي Z. هذا الحل نهائي بالمعادلة مالتنا وإن شاء الله تكون مفهومة. أكو بعض التمارين أيضا موجودة إن شاء الله يالله تخلونها وتجربون بها وتدزون الحل وأنا موجود وحاضر في أي وقت إن شاء الله الإجابة على أسئلتك.